المستساغ اليوم اننا في الدستور في 2022 الولايه الشرعيه ما تكونش بالتساوي بين الرجل والمراه على الاطفال، نفس المقاربه في المدرسه، في الباسبور، في السفر، ما عرفتش يعني كيف مغرب 2022 اللي يستصاغ اننا باقي نشتروا هذه الامور. الانفتاح للتقدم العلمي بالنسبه للدين، بالنسبه للنسل بشكل الزامي، وبالطبع ما غنتكلمش على كل شيء، اثبات ديال الزواج والمساله ديال ثبوت الزوجيه اللي باقا موجوده، حاجه اللي غريبه من حيث المنطق ديالها، ربما قبل كان هذا الشيء يمكن يتفهم، لكن اليوم كاين المحاكم وكاين كل ما هو تحديثي الذي وقع. لنا من دون شك انكم تنتظرون ذلك. حنا في حزب التقدم الاشتراكي غنعاود نقول لكم، سمحوا لي على التعبير، ما كنشيروش بالحجر. سعينا انا شخصيا وعدد من المناضلين ديال الحزب والحزب بما لا يعني ان كل شيء في الحزب مقتنع 100%، احنا عندنا شويه ديال، ولكن الحزب كحزب نعتبر بانه في الافق مساله المساواه المطلقه يتعين ان نصل اليها في يوم ما بالنسبه للإرث. لكن على الاقل اليوم شنو كيمنع بلا ما نخرقوا ولا بلا ما نكونوا في مواجهه ديال اي نص قراني قطعي، شنو كيمنع اليوم ان التعصيب يتحدث؟ ما موجودش في القران، كاينش ايه قرانيه تنص على التعصيب، كاين اجتهادات التي وقعت وكاين اجتهادات مضاده، بحيث ان هناك بلدان اسلاميه اليوم ما كتطبقش التعصيب وبلدان اسلاميه اخرى كتطبق التعصيب. ما نقولوا هذوك ماشي مسلمين، إذن كاين هذه الامكانيه. ثم مساله ديال الوصيه، عدد من الناس كيقولوا بانه عبر ذلك في هذا العالم الحديث يمكن ان نعطي قيمه اقوى للوصيه وفضاء اوسع، وان نحمي الوصيه من الطعن القضائي الذي يفضي في كثير من الاحيان الى ابطالها. هل اقل هذه الامور؟ انتم شفتوا ما هضرناش هذاك الشيء الاخر، انا ما هضرتش، راه كاين اللي غيوخذني في هذه القاعه، ولكن انا هو الامين العام، وبالتالي هذا غير البسط، لان واخا امين عام ما كنديروش ما بغينا احنا في هذا الحزب. فبالتالي الى استطعنا نحققوا هذا الشيء اللي ذكرته، وربما قضايا اخرى يمكن نناقشها وسترد في المذكره اللي غنطرحوها قريبا، وغتكون مناسبة باش ننظموا حولها واحد اللقاء مع الاعلام. اعتقد انه هذا الشيء اللي قلته ما كيستدعيش ان شي حد يضربني بالحجر ولا يخرجني من الاسلام ولا يعتبر بانه عن الله شنو قلنا. فاعود لاقول الله يخليكم، خليونا نناقشوا في ظروف ايجابيه. اذا اخذ صاحب الجلاله المبادره من اجل ان يتم معالجه مجموعه من الاختلالات التي تشوب المدونه الحاليه، معنى ذلك ان كاين مشكل. اذا ما نفشلوش هذا الورش هذا من خلال الخروج منه بشي حاجه طفيفه، امور جزئيه التي لا ترتقي الى ما يمكن ان يطمح اليه المجتمع المغربي، والى هاد الطموح ديال المساواه اللي هو طموح مشروع واللي ما يمكنش ابدا. وحنا في طبع حزب التقدم الشرعي كنعتبروا بانما الرجل والمراه خاصهم يتمتعوا بالمساواة المطلقة على جميع المستويات. تشديد ديال المقتضيات ديال منع التعدد ديال الزوجات. التعدد موجود في النص القرآني طيب، ولكن كنعرفوا بأنه أصبحت الوضعية صعبة ورجعت اللور. حنا كنقولوا نشددوا حسب ما أعلم، وانا ما كنقدمش راسي بانني انا مسلم وماشي فقي، ولكن مسلم، لان كاين اللي يمكن يعاود ثاني يمشي في شي اتجاه اخر،
وكان أدي ما واجب ما يجب أنني نأديه، ولكن حسب ما أعلم هو أنه عدله يعني ساوي. إوا غير يقنعني شي حد بأنه فعلا كاين مساواة على هذا المستوى. خليني دابا ما نقولش حتى الشيء الاخر، ما نقولش الا بغاو يأولوا راه موجود حتى الجواب على هذا الشيء في النص القراني. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.